صحة وسعادة. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والنور والإشراق. أصبح عليكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. يسعدنا دائما تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقاتنا. وطبعا أعزائي المستمعين ما أنسى أنقل لكم تحيات فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي ومن نور دبي. أنقل لكم تحيات مخرج البرنامج سعيد المر، وكذلك في التنسيق والمتابعة بتكون معانا زميلتنا ميرا الخفلي، وبكون معاكم اليوم خلال هذه الساعة محدثتكم آمنة العلي. في حلقتنا لليوم من برنامج صحة وسعادة بنتناول آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية وآخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. وفي حلقة اليوم بنتكلم عن السكري عند الأطفال، وكذلك في فقرة التغذية بنتكلم عن أهمية عدم الإفراط في تناول الحلويات. تابعونا أعزائي المستمعين على مدار هذه الساعة. نبدأ فقراتنا مع خبرنا لليوم. الخبر يقول كسل العين لدى الأطفال وكيفية علاجه. قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن كسل العين هو حالة مرضية تصيب الأطفال وتحدث بسبب قيام إحدى العينين بإرسال صورة مشوشة فيهملها المخ ويعتمد فقط على الصورة المرسلة من العين السليمة. وأوضحت الرابطة أن أسباب كسل العين تتمثل في الحول وإعتام عدسة العين الخلقي وتشوهات الجفن والأخطاء الانكسارية والتي تشمل قصر النظر وطول النظر واللابؤرية. وتتمثل أعزائي المستمعين أعراض كسل العين في صعوبة التعرف على الأشياء وضرورة تقريبها للغاية من عينيه للتعرف عليها، وإمالة الرأس إلى الجانب باستمرار، وكذلك سقوط جفن العين المصابة بشكل ملحوظ، وعدم تحرك العينين في نفس الاتجاه، وعدم تركيز العينين على نفس الصورة. وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لعلاج العين الكسولة في الوقت المناسب، محذرة من أن إهمال العلاج يؤدي إلى فقدان البصر في هذه العين. وقالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون أن علاج كسل العين يتم من خلال ارتداء نظارات وعدسات تصحيحية للرؤية وارتداء عصابة على العين السليمة لتشجيع العين الكسولة على العمل بصورة صحيحة، كما قد يتطلب الأمر للخضوع لجراحة لعلاج تدلي الجفن أو لإزالة المياه البيضاء من العين. وأعزائي المستمعين، بعد خبرنا اللي كان يتناول كسل العين لدى الأطفال وكيفية علاجه، مثل ما عودناكم دائما ننتقل بعد الخبر إلى أسماء الجناحي اللي تكلمنا عن مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. يا هلا فيك أسماء، وهلا بالخميس الونيس مثل ما نقول. الخميس ونيس وسعيد على الجميع إن شاء الله. نحن بس نحب نذكر الجميع في دامنا يوم الخميس والجو قاعد يتحسن ويتعدل ويتغير. أول شيء نحب نذكر الجميع بأهمية هم يأخذون لقاح الإنفلونزا الموسمية عشان يستمتعون بهذا الجو الحلو بدون ما أنهم يمرضون، لأن هناك فرق كبير بين الإنفلونزا ونزلة البرد العادية. الشدة تختلف، الحدة تختلف، والأعراض حتى لو تشابهت لكن الأعراض اللي تكون فيه إنفلونزا موسمية تكون أشد وأقوى من أي نزلة برد عادية واختلاف الفيروس طبعاً. فنحن دائما نشجع الجميع إنه يعني لا تنسون تأخذون إنفلونزا موسمية عشان تستمتعون، لأن فترة الجو الحلو ترى فترة وايد بسيطة. مي عند الأشياء الثانية، دام إنه هو يوم الخميس أيضاً نحب نأكد أهمية الالتزام بإجراءات الوقائية. صح نزلت الحالات لكن مو بيعني نحن يعني نتخلى عن الإجراءات الاحترازية، لبس الكمامة وتباعد جسدي وتعقيم اليدين يعني باستمرار.
أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نحب نأكد عليها إنه يعني أهم وايد مهم إن الإنسان يكسر، وهاي نصيحتنا ليوم الخميس، اكسر الروتين في عطلة نهاية الأسبوع وقم بعمل أي نشاط تحبه ولا يتعلق بالعمل. حاولوا كثر ما على الأقل يوم واحد في الأسبوع إن أنتوا يعني ما تركزون في الشغل، ما تسوون شيء يتعلق بالشغل، وتكونون أنتوا مع نفسكم تستمتعون بهواياتكم بنشاطاتكم مع أهلكم، تتمون مع الناس اللي علاقتكم معها صحية وما يزيدون فوق الهمهم مثل ما يقولون. وأيضا يعني بس قبل ما يعني نختم نأكد بطريقة حد المواعيد الخاصة بتطعيم كوفيد 19 بالنسبة للجرعة الأولى، يمكن أخذ الموعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي أو من خلال خدمة الواتساب 800342. بالنسبة للجرعة الداعمة هي فقط الأشخاص من 50 سنة ودليل إلى 59 سنة المصابين بالأمراض المزمنة أو الأشخاص 60 سنة فما فوق. هذول يقدرون يأخذون الموعد من خلال 800342. أيضا ممكن يستفيدون من الخدمات المنزلية الخاصة بكبار المواطنين اللي هي أيضا متوفرة من خلال الاتصال بمركز الاتصال 800342. هاي أيضا حبيت أنوه أن في طريقة مختلفة في أخذ المواعيد الخاصة بالنسبة للجرعة الأولى وأيضا للجرعة الدائمة. أيضا من ضمن الأشياء نحب نأكد عليها أن وايد مهم أن نحن نستغل العطلة لهذا الأسبوع، يدرون يسوون إكسبو حتى وايد أماكن حلوة، فنتمنى لهم إجازة سعيدة ونتمنى للجميع الصحة والسعادة. شكرا لك زميلتي أسمى الجناحي، وأتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة ومليئة بالإنجازات يعني وبالنشاطات اللي طبعا تغير من النفسية أكيد. أعزائي المستمعين، بعد فقرة السوشيال ميديا والطاقة الجميلة اللي تعطينا إياها أسماء الجناحي كل أصباح، لازم أذكركم بأن خدمات الأطفال الخاصة برعاية صحية متخصصة للأطفال تم نقل خدمات الطوارئ من مستشفى لطيفة للنساء والأطفال ومن مستشفى دبي إلى مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، وطبعا يأتي نقل هذه الخدمات من أجل تقديم رعاية صحية متخصصة للأطفال تحت سقف واحد. واليوم أيضا بيكون عندنا دكتورة من أحد الأطباء في مستشفى الجليلة التخصصي اللي بتكلمنا عن السكري عند الأطفال. فأعزائي المستمعين بنكون معاكم بعد فاصل قصير، انتظرونا. صحة وسعادة. أعزائي المستمعين، رجعنا لكم مع فقرات برنامج صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. واليوم في فقرة التغذية بنتكلم عن موضوع حلو ويمكن يزعل بعض الناس، لأن اللي يحبون يتناولون الحلويات في فصل الشتاء هذه الفقرة مخصصة لكم لتجنب طبعا المشاكل الصحية الناجمة عن الإفراط في تناول الحلويات. بتكون معنا اليوم الأستاذة نجلة درويش أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي وبتكلمنا في هذا المحور. صباح الخير أستاذة نجلة. نور والسرور عاملة. أهلا فيك. أهلين، وحبيت أصبح لجميع المستمعين. يا هلا فيك أستاذة نجلة. نتكلم بداية عن الأضرار الصحية الناجمة عن الإفراط في تناول الحلويات بشكل عام. يلا الحين مع قرب هي مناسبة يوم السكر العالمي، حبينا نتكلم عن هالموضوع اليوم وعن الأضرار الناجمة عن الإفراط في تناول الحلويات. طبعا تعرفين آمنة بالشتاء الناس كلها تدور حلويات. الصراحة يعني أنا أول شيء سويته أمس يوم دخلت أتسوق خذيت لي هالبسكويت حق الأم علي، هل يضر؟ حسيت إن دخلنا في الجو خلاص لازم نبدأ. إيه لازم، لأن شوفي مع برودة الجو شوية والجسم يبدأ يدفى فشوية يعني الأيض يزيد. هذا نجلة يزيد اليوع بعد الصراحة. يزيد اليوع. صح صح، ويزيد اللي وعي يحسون بحاجة انهم يتناولون الاشياء وخاصة حتى الحلويات الساخنة كما ذكرتم علي والحلويات الثانية. نحن اول شيء لازم نستوعب ان الحلويات يعني مو ممنوعة 100%، يمكن يعني نقدر ناخذها لكن احنا بيدنا السيطرة والتحكم بالكمية.
وعلى حسب عدد مرات تناولنا لها الحلويات. طبعا أضرارها كثيرة إذا نحن أفرطنا بدون ما نشوف موضوع السيطرة والتحكم في تناولنا للحلويات. مثل ما تعرفين أنه يعتبر مسبب رئيسي للسمنة والعديد من الأمراض المزمنة. نعم ذكرت كلام ذكرني في كلام الدكتور في الحلقة الماضية، كان يقول إذا نحن ركزنا على السكري والسمنة بنعيش في مجتمع أكثر صحة وأكثر يعني مثل ما نقول مجتمع صحي. يقول هاي يعني هالمرضين إذا ركزنا عليهم وقللنا من أو يعني من إصابة الأشخاص بمرض السكري أو السمنة ممكن نحن نحصل على مجتمع صحي. فعلا بالضبط آمنة، لأنه شوفي هو مسبب رئيسي للسمنة من أي ناحية، لأن أنا أزيد السعرات الحرارية اللي قاعدة أتناولها بالإضافة لوجباتي لاحتياجاتي في اليوم. في أشياء بسيطة ممكن يعني مع المشروبات مع الوجبات الخفيفة تزيد لي كمية السعرات الحرارية، بالتالي الشخص يصاب بالسمنة ويكون بعد للعديد من الأمراض المزمنة مثل مرض السكر النمط الثاني. هي السبب الرئيسي كذلك لمرض السكر النمط الثاني. ضعف المناعة كذلك، حتى الأشخاص اللي قلنا ننصحهم يبوني يعني يقوون عندهم المناعة نقولهم لا، خففوا من تناولهم للحلويات والسكريات لأنها تضعف المناعة. نعم أستاذ نجلة، إذا أنت تقولين نخفف من تناول الحلويات، كيف ممكن التقليل من تناول الحلويات يعني عشان نتفادى الأضرار؟ أول شيء نعرف أن نحن مثلا اللي بنتناول الحلويات ما بين مرة ومرتين في الأسبوع تقريبا، خلنا نقول نحد من تناولنا إلها، وما تكون في متناول الأيدي. يعني أنا ما أحطها في مكان قريب إني أنا أصير أخذ كل شوي بعد ما انتهيت من تناولي لها الكمية وصير أجيب بعد كمية ثانية، أو يكون مثلا في متناول الجميع بالبيت يكون في فترات معينة في أوقات معينة أحد من المرات وأشوف النسبة اللي أنا بتناولها. يعني إذا بتناول حلويات يعني أحاول أسعى إنه ما يزيد عن 25 جرام، وقالوا يعني مجاز 40 50 جرام حسب التوصيات، يعني اللي بيعطيني 100 إلى 150 سعرة حرارية بس في تناولي من هذا الحلو اللي أنا باخذه أو الحلوة اللي أنا بتناولها. نعم أستاذة نجلة، إذا قلنا بنقلل من تناول الحلويات كخطوة أولى، إذا في أشخاص يتناولون كل يوم يخلونا مثل ما ذكرتي مرتين على الفترات نعم. أيضا فهل هناك بدائل معينة تنصحين بتناولها؟ هي أول شيء نحن شو بنسوي، نحدد مثلا صنف واحد ما نحط الأصناف، وكذلك كوجبة خفيفة مثل ما ذكرنا نحاول لما نتناول حلويات ندخل معها مصدر بروتين يعني مثل حليب زبادي مكسرات، أساس إنه شوي ما في قيمة غذائية على هالنوع من أنواع الحلويات اللي بتناولها. علي صحي لأنه في حليب وفي مكسرات. وفي مكسرات صح بروتين يعني اللي بيكون من الحليب، فأنا أحاول إني أضيف البروتين كذلك عند إعداد وطهي الحلويات أو يعني أو حتى إني يوم أنتقل الحلويات أتأكد إنه يعني تكون فيها قيمة غذائية على الأقل أنا أستفيد منها. عشان أعرف يعني أو ممكن أحط حتى مثلاً إحضار هالحلو اللي باخذه مثل حط وياه بوب كورن على سبيل المثال إنه كوجبة خفيفة. البدائل طبعاً الفواكه ممكن أستبدلها بالفواكه، ممكن أنا أسوي لي السويت هذا والحلو بطريقة مثلاً مع بذور الشيا تكون عليها شوية فواكه الفراولة التوت هالأشياء، ففي نفس الوقت يبقي طعم ويعني يعطي نكهة حلوة. إذا بغيت بعد أضيف مثلاً العسل، بس أحاول إني أنا أستبدل هذه الحلويات ببدائل أخرى تكون صحية. نعم فنقدر نقول أستاذ نجلة البدائل الصحية إذا حطينا مثلا قلنا أم علي على طرف نحط وياه مكسرات فواكه مجففة. أيوة. فواكه الحين ما شاء الله الناس صار عندها يعني أيضا وعي ليس فقط في طريقة أن نحن قبل بيبولة سلة الفواكه الفوالة بيحطونها في النص، الحين الناس تتفنن بالفواكه تقصصها. أيوة. توزعها في الصحون حتى أنت مجرد تشوفين شكل الفواكه طريقة لا إرادية تبين تاكلين لأن الفواكه محطوطة بطريقة جميلة. فإحنا نقول هاي إحدى النصائح، يعني إذا أنتوا أشخاص تتناولون
بكثرة الحلويات، يمكن تخلوا لكم صنف واحد من الحلويات وباقي الأصناف صحية، ولكن بطريقة يعني نقول جديدة، بطريقة مميزة، فهي تخلي الأشخاص يحبون يتناولون الفواكه. وكذلك يعني الأطفال الحين قطاعات هاي موجودة في كل مكان، اللي يتقطع على شكل قلب أو شكل نجمة، تشوفين البطيخ يوم شكله شيء تشتهينه أكثر، يعني إنه هي طريقة تقديمها في نفس الوقت. وفي نقطة بعد بخصوص الأطفال آمنة، يعني نحن عادة ما نكافئهم بالحلويات، يعني نحاول نكافئهم بأشياء ثانية وما نكافئهم بالحلويات على أساس أن هذا الشيء حلو ويلا أنتوا سويتوا شيء يلا صدر حلو اللي بتتناولونه. نبتعد أن نحن نحفزهم من تناول الحلويات عن طريق المكافآت، يعني نحاول نبعدهم عن هالشيء ونعطيهم بدائل صحية. يمكن بعد أستاذة نجل لأن الأطفال حاليا يعني الأمهات أكثر وعي، الأمهات يفكرون أكثر في صحة عيالهم، شوفينهم أصلا هم ما يتناولون حلويات، فتكون الحلاوة هاي مرة في الأسبوع مكافأة ممكن أن تشجع الطفل، بس مثل ما ذكرتي ما تكون عادة أو بشكل يومي. بعد صحيح أن ليش دايما نربط المكافأة بشيء غير صحي، ولكن يعني مثل ما نقول جرت العادة على هالكلام، وبإمكاننا نحن يعني نغير هذه المفاهيم أكيد للأفضل للأحسن، يمكن المكافأة تكون طلعة أو أي شيء ثاني. شيء ثاني يفرحون فيه، ونخلي مثلا الحلويات وقت التجمعات بكميات بسيطة، وفي نفس الوقت آمنة ركز على تناول الوجبات الرئيسية، لأن في ناس لما تهمل تناول أو تنسى تناول الوجبات الرئيسية تستعيض عنها بالحلويات. نعم. يعني أنا تكون على مدار اليوم على طول حلويات، لأن في إهمال من جانب أني أنا أنتظم في تناول الوجبات الرئيسية للفطور والغداء والعشاء، بس أنا مثلا أصبر عمري بحلاوة بقول بس الطاقة، لكن الحلويات هذه تخلي الشخص يشعر بالجوع أكثر إذا هو ما تناول الوجبات الرئيسية. أكيد. أستاذة نجلة شو هي نقول كمية الحلويات التقريبية المسموح بها يوميا وممكن أنها ما تشكل تأثير على صحة الفرد؟ هي يعني ما يزيد عن مثلا الحلو ما يزيد عن 25 إلى نقول من 25 إلى 50 جرام كوزن الحلو اللي بيتم إعداده. طبعا بطريقة نحاول قد ما نقدر نخفي عليها مكسرات مثل ما ذكرنا وبروتين مصادر ثانية، هاي تكون يعني في الحدود اللي هي الآمنة، نقول السكر المضاف خلال اليوم، يعني ممكن هاي الحدود اللي حسب التوصيات اللي اثروها تكون يعني آمنة للشخص. لكن في حال إذا مثلا الشخص أصرف في التناولات، ممكن بعد في مشروبات يعني الواحد ممكن يضيف عليها أشياء حلوة، فبالتالي زاد كميات السكريات بالإضافة للحلويات اللي قاعد يتناولها. نعم. أستاذة نجلة لو في نصيحة أخيرة تقدمينها للمستمعين، بما أن نهاية الأسبوع والصراحة كلنا داشين بقوة نبغى نخرع الشتاء، اليوم نحن كلنا أجواء شتوية، أنا في مخي أنتي تتكلمين وأنا في مخي اليوم القاعدة برا شو بجهز شو بحط، فأحس أن الكل داش على الشتاء شي يمكن يشرب منه الشتاء الصراحة من كثر الحماس، فشو النصيحة اللي تقدمينها للمستمعين بما أن نهاية الأسبوع؟ هي خميس ونيس للكل إن شاء الله وإجازة سعيدة. الشتاء حلو، الأجواء حلوة، والشخص دائما يحس إن اللمة العائلية الهواء النقي برا هالأشياء كلها له فوائد يعني مفيدة حتى على صحة الشخص، لكن إحنا نقولهم لا تخلون هاللمة والأجواء هالحلوة بس تركيزنا على الحلويات والأكلات اللي دائما يعني تكون خلاص متناول الأيدي حتى أثناء التجمعات، لا خلينا نحط مكسرات، نحط بدائل ثانية قدامنا، حب مو مشكلة شوية الذرة بعد ما الذرة حلوة بعد نحاول بس إن ننتقي المكسرات والحب وهالأشياء تكون غير مملحة أو نيئة، بحيث إن نحن نشجع على اللي موجودين إنهم يتناولون أشياء صحية ونقلل من تناولنا للحلويات، لأن بيخلص الشتاء آمنة وبتزيد أوزانهم. صح، فحين أي دكتور تغذية ما بيساعدكم عشان تنزلون الوزن اللي كسبته، لكن أستاذة نجلة مع نوفمبر ومع الرياضة ومع أجواء الشتاء الناس تمارس رياضة أكثر، فنتمنى أنهم مع هاي الرياضة ومع هالمشي يوازنون بين المشي وبين الأكل الصحي، وما يضر مثل ما قلنا شيء بسيط من الحلويات إذا كان في مصدر للبروتين أو وأدور عن القيمة الغذائية كذلك. صح، أكيد. المكسرات، الزبيب، الفواكه المجففة، وبحيث في نفس الوقت ما نتشر بالماء، لأن لازم يشربون الماء صح فترة الشتاء ينسون بعد تناولها الأشياء.
فعلا ينسون بالماء. أستاذ نجلة أكيد يعني أكيد أكيد أستاذ نجلة الحديث عن الشتاء وعن الحلويات شيق وطويل، وأنا طبعا أنتظر مثل ما يقولون مواضيع إدارة التغذية فيما يخص فصل الشتاء، لأن دائما مواضيعكم صراحة جميلة ومفيدة في نفس الوقت. فأشكر لك هذا الموضوع الجميل اللي طرحناه اليوم، وتعلمنا منك أشياء أو مثل ما نقول أفكار صحية أكثر لي يعني يلستنا في الشتاء. شكرا لك أستاذة نجلة درويش، أخصائية تغذية سريرية بهيئة الصحة بدبي، على هذا الحوار الجميل. كل الشكر لكم، وإن شاء الله دائما نتمنى لكم صحة وسعادة. شكرا لك. أعزائي المستمعين، بعد ما تكلمنا عن الحلويات وكيف نقلل من تناول الحلويات، بننتقل معاكم بعد الفاصل إلى موضوع مهم ومرتبط أيضا بالحلويات. مثل ما تعرفون شهر نوفمبر يعتبر شهر التوعية بداء السكري، بيكون معنا إن شاء الله الدكتور بتكون معنا الدكتورة ليلى المرزوقي، بتكلمنا عن داء السكري لدى الأطفال. انتظرونا. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أعزائي المستمعين، ذكركم برقم التواصل معنا واللي هي 600551414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. يعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة اللي يعاني منها عدد كبير من أفراد المجتمع، واللي تتطلب المتابعة والرعاية الصحية المستمرة لتفادي مضاعفاتها السلبية. وطبعا ما يتوقف هذا المرض عند الكبار فقط، بل يعاني منه الكثير من الأطفال للعديد من الأسباب اللي بنتعرف عليها اليوم مع الدكتورة ليلى عبد الرحيم المرزوقي، أخصائية الغدد الصماء والسكري للأطفال بمستشفى الجليلة. صباح الخير دكتورة ليلى. صباح الخير. عليكم السلام. مرحبا، شكرا على الاستضافة لهذا الموضوع المهم جدا والشيق. نعم. السكري عند الأطفال. نعم دكتورة ليلى، مثل ما تعرفين هذا الشهر يعتبر شهر التوعية بالسكري، وكذلك نحن عندنا مثل ما نشوف حولنا في المجتمع حالات لدى الأطفال تصاب بالسكري، فحابين نعرف بداية من عندك، شو أعطينا نبذة بسيطة عن مرض السكري دكتورة. هو تاريخ 14 نوفمبر هو يوم التوعية بالسكري، فموضوع حلقتنا مناسب جدا والوقت مناسب جدا. السكري يكون نوعين، في سكري من النوع الأول وسكري من النوع الثاني. النوع الأول هو اللي معروف، اللي يصيب الأطفال أكثر، واللي معتمد على هرمون الأنسولين. فهذا الاعتماد على الأنسولين هو اللي يخليه يميزه عن النوع الثاني. الأنسولين هو هرمون، هرمون يساعد السكر في الدم أنه يدخل في خلايا الجسم، عساس أن الجسم يستخدم السكر للطاقة. فيوم عندنا في النوع الأول من السكري، خلايا البيتا في البنكرياس تفقد أو فعاليتها أو تتدمر الخلايا بالضبط، وتفقد فعاليتها أنها تنتج الإنسولين في البنكرياس. فكثيرين يسمعون أن البنكرياس لا يعمل، أو البنكرياس اللي يتدمر، مو بالبنكرياس نفسه لأنه له وظائف أيضا أخرى، فقط خلايا البيتا اللي تنتج الإنسولين هي اللي تتأثر. نعم. نعم. إذا بنقول دكتورة ليلى في البداية عن مثل ما ذكرتي سكري النوع الأول المرتبط بالأطفال، ممكن نعرف شو هي أسبابه؟ نعم. الأسباب مثل ما ذكرنا هو يكون أن
الخلايا هاي تتدمر. كيف تتدمر؟ الباحثين وايد عندهم وايد أبحاث ليش يستوي هذا الخلل في هاي الخلايا البيتا اللي تنتج الإنسولين، لكن للأسف ما حد يعرف سبب معين. لكن اللي يستوي تفاعل مناعي. هذا التفاعل مناعي يكون ذاتي، الجسم يكون عنده قابلية أو يكون عنده أجسام مضادة ضد هاي الخلايا اللي تصنع الإنسولين، وشوي شوي تبتدي هاي الخلايا تفقد فاعليتها وتتدمر، وتستمر هاي العملية مرات لأشهر أو أكثر من أشهر لين تبدأ الأعراض أنها تظهر. في أسباب أخرى يعني أنها تكون محفزات أنها تسبب أن هاي الخلايا تتدمر غير الخلايا المناعية، أن تخليها تتنشط أكثر. في الجينات تلعب دور مهم، إذا في حد في العائلة عنده سكر من النوع الأول يكونون عرضة أن يكون عندهم مرة ثانية، ومو بشرط طبعا يكونون فقط عرضة. وفي محفزات بيئية، في فيروسات تنشط أو تحفز هاي التدمير للخلايا عن طريق التفاعل المناعي. نعم دكتورة، إذا بنقول نسمع أحيانا أن الأم على طول الطفل عندها إذا أصاب بالسكري يوصل لي مثلا فجأة تكتشف أن الطفل مصاب بالسكري والطفل يحتاج لوضع الشريحة أو يحتاج للإنسولين، فهل هناك أعراض معينة تظهر على الأطفال ممكن أن تنبه بأن الطفل مصاب بالسكري؟ نعم طبعا كل أم تعرف طفلها أكثر عن أي حد ثاني، فهي تلاحظ أن في أعراض طلعت عليه مثل كثرة التبول، مثل كثرة العطش، وعندهم الشعور بالجوع الشديد، التعب الشديد، عندهم الرؤية تستوي ضبابية، فها كله، وشرب الماء بكثرة، يفقدون الوزن يعني بشكل ملحوظ، يصير عندهم تغيرات في المزاج. فهاي كل الأعراض هاي يكون شيء يعني مب عادي في الطفل، فالأهل يلاحظون أن الطفل تعبان فيودون المستشفى أو الصيدلية، أو في أهل وايد عندهم جهاز قياس السكر في البيت ويشيكون، وبعدين يلاحظون أن نسبة السكر مرتفعة. أول ما تطلع الأعراض وطبعا الأهل يكونون في الصدمة لأن يشوفون نسبة السكر 200 300 400 توصل لها الأرقام. نعم. فنقدر نقول دكتورة إذا كان هناك داء فأكيد لهذا الداء علاج، فشو هي العلاجات المتوفرة والخدمات اللي يوفرها مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال؟ احنا نشكر القيادات ونشكر النقلة اللي صارت لنا. احنا طبعا انتقلنا في مستشفى متكامل للأطفال اللي هو الجليلة للأطفال، مستشفى تخصصي متكامل. فالعلاجات هذه تتكون من جزئين، عندنا العلاجات المتطورة، كلها علاجات متطورة عن طريق أقلام الإنسولين، وعندنا العلاجات بعد يعني المركب الدوائي يكون نفسه لكن عن طريق مضخات الإنسولين. السكري على عكس الحالات الصحية الثانية، الزين فيه أن تتم إدارة المرض في الغالب عن طريق الأهل، وفي أطفال طبعا يكونون اللي فوق ال 11 سنة أو يعني 15-16 تقريبا يكونون هم يقدرون يديرون حالتهم الصحية. طبعا الدعم من الفريق الصحي الخاص دائما يكون موجود، احنا فريق متكامل هني يتكون من مثقف أو معلم السكري اللي هو يهتم بالطريقة إعطاء الجرعات والتثقيف الخاص بالسكر، الاعتناء بكل الأجهزة الجديدة والتقنيات اللي موجودة، ومهم جدا أخصائي التغذية المختص في حالات السكري. وعندنا طبعا نكمل الفريق بطبيب العيون للكشف على العيون.
نعم، يعني نقدر نقول دكتورة إن الخدمات المقدمة للسكري خدمات متكاملة، نقدر نقول نعم خدمات متكاملة. هو أصلا إدارة المرض نفسه تحدي، ويتكون من الفريق كامل. يعني الحالة الصحية تحتاج إشراف، وبعدين التطبيق يكون من الأهل في البيت، وبعدين عندنا التثقيف، أخصائي التغذية، الاعتناء، هذه كلها تكون حلقة متكاملة. هو مرض السكري يعتبر تحدي، مو بسهل على الأهل ولا سهل على الدكتور، لأنه يحتاج لتحسين صحة الطفل لازم يكون تكون الإدارة مشتركة، ويستاهل أن الواحد يتعنى، لأن هذا فعلا تحدي. نعم، ونشوف طبعا الحين عندنا دكتورة ليلى الأهالي أيضا يعني لا سمح الله إذا أصيب الطفل بالسكري يعملون مع المستشفى بيد واحد، فنقدر نقول فريق متكامل، تثقيف الأهل وبالتالي يثقف الطفل، وبالتالي يعملون مع يعني المستشفى كفريق واحد يعمل لصحة هذا الطفل. نعم صحيح. نعم صحيح. فدكتورة نصيحة أخيرة حابة توجهينها للمستمعين فيما يخص السكري عند الأطفال. إحنا نحب نركز خاصة في هذا الأسبوع أن النوع الأول اللي ما ينتجون الأنسولين علاجهم موجود والفريق موجود، والنوع الثاني للسكر اللي ما يستجيبون للأنسولين اللي يكون سببها عادات أو أنظمة غذائية خاطئة للأسف، أو هذيلا يكون عندهم مقاومة للإنسولين، الجسم ينتج الإنسولين لكن ما يقدر يستخدمه بسبب المقاومة اللي عندهم. النوع الثاني يحتاج اهتمام ونشاط ونظام غذائي، والحين ما شاء الله الجو متحسن، فنشجع الأطفال إن ما يتبعون أنظمة حياة فيها تكاسل، إن يطلعون، إن حركة الرياضة أكيد أيضاً يكون عندهم activities، ويستغلون الأنشطة في هاي الأنواع من الأنشطة، مو بأن يكون يعني كله إلكترونيات، ويعني يستخدمون فيها، يكونون شوي يستغلون الجو والوضع يكونون نشيطين. نعم نعم أكيد. طبعا دكتورة ليلى عبد الرحيم المرزوقي أخصائية الغدد الصماء والسكري للأطفال بمستشفى الجليلة، شاكرة لك هذه المشاركة وتوعية المستمعين فيما يخص مرض السكري. شكرا لك دكتورة. عفوا، شكرا على الاستضافة. شكرا. أعزائي المستمعين، طبعا بعد ما انتقلنا مع الدكتورة ليلى لحدثتنا عن السكري عند الأطفال، حديثنا مستمر، ودائما نقول الوقاية خير من العلاج، إن الطفل إذا مارس نقول الأنشطة الرياضية ممكن يحمي نفسه أيضا من داء السكري. فاليوم بيكون معنا الأستاذ حمزة عباس مدير المشروعات والأنشطة الرياضية والاجتماعية، بيكلمنا أكثر عن تحدي دبي للياقة والأنشطة الرياضية المقامة. أصبح الخير أستاذ حمزة. صباح النور. يا هلا يا هلا فيك أستاذ حمزة، سعيدين بمشاركتك وبطاقتك اللي بتعطينا إياها اليوم على نهاية الأسبوع، حبينا أن تكون الفقرة الختامية معاك أستاذ حمزة، وتقول لنا شو هي آخر المستجدات وشو آخر يعني الأنشطة الرياضية اللي قمتوا فيها على مدار طبعا الأسبوعين اللي مضوا من بداية تحدي دبي للياقة. بسم الله الرحيم، وأتمنى الله صباحكم جميعا. بخصوص المبادرة تحدي اللياقة بيفرتي حسب برنامج السياحة الترويج اللي ماشيين، هم الحمد لله كل مكان في رياضة، مواطنين الرياضة في دبي جميعا في جميع المواطن جميع الدوائر يمارسون أنشطة رياضية. نحن من حيث الصحة من ضمن دائرة من الدوائر حكومة دبي يمارس نشاط رياضي، ومهتمين بهاي المبادرة وتحفيز موظفين الموجودين أنهم يمارسون الرياضة يوميا، والحمد لله هم ماشيين بمؤسسة الرياضة. بالإضافة نحن كبرنامجنا لأن
الحمد لله بدينا البرنامج حسب الجدول اللي حاطينه. بدينا في مستشفى لطيفة، الحمد لله شكما سابقا كلمتكم ان بدينا مشي عندهم، وكان بارح يوم الخميس قبل يومين كان عندنا بطولة مبادرة رياضة كرة السلة، وشاركوا موظفين هيئة الصحة حوالي في لعبة يسمونها 3x3، يعني بطولة 3 أشخاص ضد 3 أشخاص، والحمد لله كان عدد كبير حاضرين كانوا. كان عندنا بارحة كرة مبادرة كرة قدم بين موظفين الهيئة وأطباء إداريين والأطباء، كان بارحة بالليل، وإن شاء الله باشر بيكون الساعة 6:30 صباحا على شاطئ الممزر، إن شاء الله بنكون جميعا هناك، بيكون عندنا تحدي الجري. وبالتالي نحن كهيئة الصحة الحمد لله برامجنا ماشية خلال هذا الشهر حسب الحاطين وحسب تنسيقنا مع لجنة إعلامية لعنا في الهيئة وتغطيتهم دائما معنا. بالإضافة يكون عندنا خلال الفترة الجاية بعد تاريخ 18 عندنا يوغا في مستشفى لطيفة الساعة 8 صباحا، وعندنا تاريخ 23 يوغا في عيادة ند الحمر إن شاء الله بيكون عندهم الصبح الساعة 8، بالإضافة لأن نشاط في مركز كبار المواطنين نسوي لهم نشاط حق كبار المواطنين إن شاء الله مع دكتورة. شو بيكون النشاط أستاذ حمزة فيما يخص كبار المواطنين؟ كبار المواطنين في بعض رياضاتهم ممكن يسوونها، نحب نجيب لهم مدرب أو مدربة. جميل. شو يقدرون يسوون أو يقدرون، في بعضهم يقدرون يمشون، في بعضهم ممكن يارسين عرقات ونسوي له بعض التدريبات أنشطة. يعني هذا البرنامج بيكون إن شاء الله ويا المدربة إنه ونشوف وإدارة المركز هم شو يقدرون نوعية التمارين. نحن سلمنا دكتورة سلوى وأخ عبد الله. هل تم تحديد التاريخ أستاذ حمزة لهذه المبادرة؟ ممكن خلال الأسبوع الجاي يعني إن شاء الله. إن شاء الله. بس طيفة ونادي الحمر حددوا مواعيدهم، وباشر الصبح هنا في على البحر في شاطئ المنجر منجر إن شاء الله بنكون موجودين من الساعة 6:30 الصبح، بيكون استقبال الساعة 7، وإن شاء الله أتوقع في إقبال كبير ويكون من موظفي الهيئة. ونحن ما نقول بس موظفين الهيئة، حتى الناس اللي موجودين على الشاطئ ممكن يشاركونا بعد، دعوة عامة للجميع يعني. نعم، فنقدر نذكرهم بمكان المشاركة أستاذ حمزة مرة ثانية. الساعة 7 صباحا انطلاق تحدي الجري على شاطئ الممزر في عند حديقة الممزر صباحا. نعم. المشاركات دعوة عامة. نعم. موجودين على الموضوع هي بس الدعوة عامة، اللي يكون موجود هناك على الشاطئ يكون موجود بيشارك ويانا حياها الله يعني ما عندنا أي مانع يعني. نعم أستاذ حمزة مخرجنا سعيد يسأل يقول لك اللبس يكون أي لبس لابسنا يقدر يشارك في المسابقة ولا لا في نظام معين؟ بنعطي فانيلة بعد يا سعيد بتصير؟ أهم شيء يشاركوا ما عليك. سعيد بيشارك، أبو حمدان بيشارك هو وعياله إن شاء الله معاكم باكر. عياله ولا فايزين والله بالعكس. خلاص توصى في قميص حقه وحق عياله. أستاذ حمزة نحن دائما يعني ممتنين لمشاركتك ولأنك تغطي لنا كل الفعاليات المقامة في 30 ومشاركة الهيئة، ومثل ما ذكرت باتشر إن شاء الله أعزائي المستمعين على شاطئ الممزر هيئة الصحة بدبي بتكون متواجدة للجري الساعة 7 صباحا. نتمنى من مرتادي شاطئ الممزر الصبح إنهم يشاركون، الصراحة الجو جميل. أستاذ حمزة ممكن تقول للمستمعين كلمة أخيرة بما أن الجو جميل ومشاركتكم باتشر إن شاء الله؟ أقول كلمة أخيرة للموظفين هيئة الصحة والناس اللي موجودين على شاطئ الممزر، لما أنا روحت مرة صبح ناس أشوف وايد ناس، نقول لهم أهلا وسهلا بكم وتشاركونا في هاي المبادرة تحدي الجري، لأن الرياضة للجميع، ما نحن ما لحد بنقول موظفين هي بس نقول رياضة للجميع عشان يكون رياضة تكون أسلوب حياة للجميع الناس اللي موجودين على أرض الإمارات. نقول لهم شاكرين لكم مشاركتكم في ممارسات الرياضة اللي سوونه وجهود الحكومة يعني ما تروح هباء يعني حسب ما مسوين المضامير وهذا، والحمد لله نشوف كل الناس تمارس الرياضة وهذا أهم شيء. هذا الهدف من مبادرة 30x30 يذكرون الناس
فإن أيضا الرياضة أستاذ حمزة رياضة للجميع مثل ما ذكرت. نعم أستاذ حمزة عباس أسلوب حياة الرياضة أكيد. فأستاذ حمزة عباس مدير المشروعات والأنشطة الرياضية والاجتماعية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك على هاي المشاركة القيمة اللي أضافت لحلقة برنامج صحة وسعادة. وانتو شاكرين، مشكورين جدا يعني على هذا الدعوة، شكرا شكرا جميع. شكرا لك. أعزائي المستمعين، في نهاية حلقة برنامج صحة وسعادة نذكركم بأن هيئة الصحة بدبي تقيم مبادرة تحدي الجري لموظفين الهيئة على شاطئ الممزر، وكذلك بإمكان جميع مرتادي الشاطئ المشاركة معنا في هذا التحدي. أشكر لكم طبعا أعزائي المستمعين حسن متابعتكم للحلقة، أملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل موصول لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكذلك في التنسيق والمتابعة زميلتي ميرا الخفلي، وفي الإخراج كان معانا مخرجنا النشيط اللي باكر بشارك في التحدي السعيد المر، وكل الشكر لإذاعة نور دبي، وكنت معاكم في تقديم حلقة برنامج صحة وسعادة، محدثتكم آمنة العلي، ودمتم بصحة وسعادة.